رمضان شهر الإيمان وصناعة الرجال. رمضان وبش إيمانك يو لسيد رجه ما حد وها إسكله الله أعلم كأودن ربي وأه كاسو كتاب كيسا كريم كأهكويري من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مؤمنين تا وحاكمت أه رج كرميي وحي الله كل بلام تمين وحانا كمد اه مد قتي بلانكي وحانا كمد اه مد سجية منا اين بدلين وحان قريا ان اله كالجرين الله كليجي سموية منا لها قف وحلا وذاقو وحان قريا ان سيد كينا يو نبي كينا ويهي الدون كيسا يو رسول كيسا إله يو نحريس يو نبدقل يو نبي جينا كور كيسا يال إساقا يو أهل كيسا يو أصحاب تيسا يو قفكي ونا كراعي إلى مالينتا أبال مارينتا انت اسكدب رمينتا إلهي عز وجل وحي كامت تهي نمعوين كأوغوا وين إي أدونك ألا سيي ألا وحوليهي ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وحوس الله إذن جعلي سيي إيمانك كنا قرحيي قلوب تينا وحونا إذن نعسيي قال نماذا يو فاسق نماذا يو عاسي نماذا كواسنا وكوا هنونسا وحان شكي كجرين إن بش رمضان بركيسا أي تهي بش إيمانك ربتاه سيداس أوغيت آيادها سونكا اي قرآنكا كريمكا وحيكو بلوذين كدواقيدة صفة إيمانكا الله سبحانه وتعالى وحويري يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كو حق رميو وحالي دينكو واجبيي سونكا سيدي لوغو واجبيي كوي إذنك هريي سيئات الأرسطان إيمانكا ربتانا وإن لرميو وحكست حق الله سبحانه كيمت لغونا عمل فلوه وحا كسو أروري حديثك جبريل نبتقل يون حديث كركي ساعته عانك أها عدين تا ربتا إيمانك كاسو أي حبون تهي إنو كجيرو قلبيغا مؤمنك وحو يري رسولك نحريس يون نبتقل كركي ساعته أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إنا ترميسو إلهي يو ملائك تيسا يو كتب تيسا يو رسل شيسا يو مالين تآخره يو إنا ترميسو قدر كخير كيسا يو شر تيسا إيمانك ما أها أراه أفكا لغا شاكو كليا لكن سا إيمانك واح قلبك كدقو وعمل كان رميو قال سبحانه وتعالى وحوليه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا مؤمنين تلبتأ وأون كوا مرك الله لحسو عبسط قلوب تودو مرك الله أخريو كركو ذا آيات كألنا أي إيمان أكرلسو الله هذانا اون تلا سارتا اي اه كوا اوغا سلادة وحان كو ارزاقنين وحكا بحيا كواس ومؤمنين تربتا رسولك نحريس ينبدقلي كوركيس عاتي وحو ليهي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه الناس على اموالهم وانفسهم مسلمك ومتك اي كنبدقلين مسلمين تعرب كيسا يو قعنتيسا مؤمن كان وامدك أي كجا بدبادين دتك عن تذوذ إيو نفتوذ قفك لغن كيسا كجا لحذي أمرك الله إيو وحي أوريبي وحو كالحذي ودذ إيمانك وحو أرنكاس كيري رسولك نحريس إيو نبدقل كرو كيس أهاته لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ما دليستو دليغا مركو دليسانيو إساقو مؤمنا خمرو معبو مركو عبايو إساقو مؤمنا
wax ma xado markuu wax xadayo isagoo mu'min ah. Wuxuu caddeeyey rasuulka naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee inuusan lahayn iimaan dhammaystiran qofka deriskiisa dhibaya ama qofka bariya isagoo dhergan deriskiisana gaajaysan isaguna og yahay, maxaa yeelay iimaanka waxaa laga maarmaan ah inuu camal la socdo. Wuxuu yidhi rasuulka naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee, wallaahi laa yu'min, wallaahi laa yu'min, wallaahi laa yu'min. Qiila, waman yaa rasuul allah? Qaala, alladii laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqa. Wallaahi ma rumaynayo, wallaahi ma rumaynayo, wallaahi ma rumaynayo. Waxaa lagu yidhi rasuulkii, allow waa kuma? Wuxuu yidhi, midka aan deriskiisa shartiisa ka badbaadin. Wuxuu leeyahay naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee, ma aamana bi man baata shabcaan wa jaaruhu jaa'icun ilaa jambihi. Ima rumaynin qofkii baryo isagoo dhergan deriskiisana ku gaajaysan dhinaciisa isaguna og yahay. Iimaanka dhabta ah waa kan ka ilaaliya qofka inuu ku xadgudbo xaqa dadka kale iyo inuu gardaraysto. Wuxuu ka nadiifiyaa qofka laabtiisa xaasidnimada iyo cuqdada iyo nafjeclaysiga iyo isku gaaryeelidda iyo khiyaanada iyo dhagarta iyo fasahaadka iyo fasahaadinta. Waa midka toosiya dhaqanka qofka, raadkiisa ayaa ka muuqanaya dhaqankiisa iyo noloshiisa oo dhan iyo siduu ula dhaqmo khalqiga Ilaahay dhammaantood, naxariista aadanaha iyo xayawaanka iyo manoolaha, isagoo raadinaya raalligelinta Alle keligii. Ilaahay wuxuu leeyahay, wayucimuuna aطcaama calaa xubbihi miskiina wayatiima waasiira inama nucimukum liwajhi illaahi laa nuriidu minkum jazaa walaa shukuura. Waxayna quudiyaan cuntada iyagoo jecel miskiinka iyo agoonka iyo kan xabisan, iyagoo dhihi, waxaan idin quudinaynaa dar Alle, mana idinka doonayno abaalmarin iyo mahadnaq midna. Iimaanka waa geed salkiisu sugan yahay, laamihiisana cirka ay ku shareeraan. Marka uu salkiisa xoogaysto, jiriddiisana ay sugnaato, miro ayuu dhalayaa waqti kasta Ilaahay idmo. Soonka dhabta ah wuxuu ka soo burqanayaa iimaankan marka nafta ayuu ku faafinayaa xasilooni iyo deganaan iyo dhowridda Alle caza wajal. Waxaad arkaysaa qofka si dhabta ah u sooman inuusan been sheegaynin, maxaa yeelay soonka iyo beenta ma kulmaan. Soonka wuxuu taagan yahay heerka ugu sarreeya cabsida Alle caza wajalla ee qarsoon soo muujinta ka hor. Waa sirta ka dhexaysa addoonka iyo rabbigiisa. Beenta waa astaamaha munaafiqnimada ugu waaweyn uguna sarreeya. Soonkana si toos ayay uga hor imaanaysaa. Sidaas awgeed isuma imaan karaan mana kulmi karaan. Waa inuu sooman yahay ama waa inuu yahay beenlow. Sidaas awgeed nabigeena naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee wuxuu leeyahay, man lam yadac qawla zuuri walcamala bih falaysa lilaahi xaajatun fi an yadaca acaamahu washaraabah. Qofkan iska dhaafin hadalka beenta iyo dhaqankiisa, Ilaahay danka ma laha inuu ka tago cuntadiisa iyo cabitaankiisa. Marka nabiga la weydiiyey, wacindama su'ila rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam ayakuunu almu'minu jabaanan faqaala nacam faqiila lahu ayakuunu almu'minu bakhiilan فقال نعم فقيل له أيكون المؤمن كذابا فقال لا. مركي نبي جن حريص إنه بتقال كركيس أعتى لوي دي أي أو لو يري مؤمن ك ما نقضى فلي وحو يري ها وحا لو يري مؤمن ك ما نقضى بخيل وحو يري ها وحا لو يري مؤمن ك بين لو ما نقضى وحو يري ميا. إيمان ك دن يو معان أيوليه هاي منا دريمان دت كرال لغا laga yahay mooye, kuwaas
oo qalbigooda iimaanka ka buuxsamay wuxuu yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam naxariis nabiga kaleerkiisa korkiisa ahaatee dhaqa طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا iimaanka ayu dhadhamiyay qofka raali uga noqday rabbi ah ilaahi rabbi ahaan islaamkana diin ahaan muhammadna naxariis iyo nabiga kaleerkiisa ahaatee rasuul ahaan wuxuu yiri rasuulka نحريس ينبت قلي كركيس أهاته ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان إلى آخر الحديث صدح قفكي كسوغن يهين وحو كهلا سبب توضا معانك إيمانك إني أهادان إله إيو رسول كيسا كوا لغا جعل بذن يهي وحي إيه كسوهري إنو قفك جعلاده أو أونا أجعلانين إله درتي مويه iyo inuu naco u noqoshada gaalnimada markii Ilaahay ka soo badbaadiyay kadib sidoo u nacayo in dab lagu rido iimaanka iyo dhaqanka wanaagsan waa saaxiibo nabigeena wuxuu leeyahay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee akmalu an-nasi iimanan ahasinhum akhlaqan al-muwatta'una aknafan alladhina ya'lafuna yu'lafun wala khayra fi man la ya'laf wala yu'laf dadka ugu dhameystiran waa dadka ugu dhaqan wanaagsan oo dabci qabow kuwaasoo wax jeclaada iyaguna la jeclaado khayr ma leh qofkan wax jeclaanin isagana la jeclaanin iimaanka waa iftiin cibaadadana waa iftiin qofka dhadhamiyo macaanka iimaanka iyo raaxada cibaadada ma suurtagaliso inuu garto mooye jilicsanaanta iyo fudaydka iyo dhaqanka suuban iskama weynaysiiyo khalqiga ilaahay wejigana uma tubo mana ku xadgudbo xumaanna xumaan kuma celiyo ee wuu cafiyaa waana masaamaxaa sidaa awgeed rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu yiri faidaa kaana yowmu sawmi axadikum falaa yarfus yowma idin walaa yaskhab فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني مرء صائم هدي مدكينا وصومن يهي يونا أفحم كردقاق مالنتاس يونا قيلين هدي قف عايو أما لد دقالمو هاي راهدو وحان أهي قف صومن وحا لغربا قفك عقل غله إنو أغادو إنو سن جندا كغلينين cibaadadiisa kaliya wuxuu ku gali karaa akhlaaqdiisa iyo jilicsanaantiisa iyo wanaagga uu dadka kula dhaqmo nabiga wuxuu leeyahay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee xuusiba rajul miman kana qablakum ila aakhir alxadiis nin ayaa la xisaabiyey oo ka mid ahaa dadkii idinka horreeyey wax khayr ah lagama helin laakiin dadka ayuu dhex geli jiray wuxuuna ahaa nin hodan ah wuxuu amri jiray shaqaalihiisa inay iska dhaafaan qofka dhibban ilaahay caza wajalla wuxuu yiri annaga ayaa kaga xaqnimo badan arintaas ee iska dhaafa waxaan adkaynaynaa inuu yahay iimaanka dhabta ah iftiin ilaahay ku ridayo qalbiga addoonka wuxuu dhaxalsiinayaa xikmad iyo yaqiin wuxuu ka dhigayaa qof iftiinka الله عز وجل وحكو أركو أنس إلهي راليها كنقضي وحالق وريي إنو رسولك الله نحريس إنو تقل كركيس أهاتي مالين وصابحي وحا كهريمت ويل لنير أو كمت أها أنصار أو لا يراهدو حارث بن النعمان وحو كويري حارثو سيدي كبريدي وحو يري وحان كبريي إيمان أبقى rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu ku yiri eeg waxa aad leedahay xaq kasta xaqiiqo ayuu leeyahay xaqiiqada iimaankaaga waa maxay wuxuu yiri naftayda adduunyo ayay ka dheeraatay habeenkiina waan dhafriyaa dharaartiina waan uumiyaa waaba anigoo eegaya carshiga rabbigayga oo muuqda waaba anigoo eegaya reer jannaadka siday isugu booqanayaan jannada dhexdeeda waaba anigoo eegaya reer naareedka siday
isugu soo horjeeda naarta dhexdeeda. Rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa ku yiri, waad aragtay Elaazim laba jeer, waa addoon Ilaahay qalbigiisa iimaan ku ifiyey. Iimaanku waa qaybo kala duwan. Waxaa ku habboon mu'min kaste inuu ku dadaalo ku dhaqankooda. Nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu leeyahay, al-iimaanu bidcun wa sabcuuna aw bidcun wa situuna shucba faafdaluha qowlu laa ilaha ila allah wa adnaha imaatatu al-adaa can al-tariiq walxayaa'u shucbatu min al-iimaan. Iimaanka waa 70 iyo dhowr ama 60 iyo dhowr qeyb. Waxaa ugu fiican orahda laa ilaha ila allah, waxaana ugu hooseysa in jidka qashinka laga leexiyo, xishoodkana waa qeyb iimaanka ka mid ah. Ninka markuu weydiiyey Xasan al-Basri, ilaahay ha u naxariistee mu'min miya tahay, wuxuu ku yiri, iimaanka waa labo, haddii aad i weydiinayso iimaanka ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo kutubtiisa iyo rusushiisa iyo jannada iyo naarta iyo soo saaridda iyo xisaabta, aniga mu'min ayaan ahay. Haddii aad i weydiinayso oraahda Alle ee tabaaraka wa tacaala, innama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum ila aakhiriha, mu'miniinta dhabta ah waa uun kuwa marka Alle la xuso ay cabsato quluubtoodu, marka lagu akhriyo korkooda aayaadka Allana ay iimaan u kordhiso, Allahoodana uun tala saarta, ee ah kuwa ooga salaada, waxaan ku arsaaqnayna wax ka bixiya, kuwaas waa mu'miniinta dhabta ah. Ilaahay baa ku dhaartay ma ogi inaan ka mid ahay iyo in kale. Iimaanka dhabta ah wuxuu dhaxalsiiya qofka ammaan iyo xasilooni iyo nolol fiican oo la'aantiisa aan la heli karin. Alle wuxuu leeyahay, man camila saalixan min dakarin aw untha wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan tayiba, qofkii sameeya wanaag oo lab ama dhadig ah isagoo mu'min ah, waxaan noolaynaynaa nolol wanaagsan. Wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala, alladiina aamanuu watatma'innu quluubuhum bidikri illah alaa bidikri illahi tatma'innu lquluub, ee ah kuwa rumeeyey xaqa kuna xasishay quluubtoodu xuska ilaahay, xuska ilaahay bayna ku xasishaa quluubtu. Maxaa ka fiican qofkii yidhi, ida aliimaanu daaca falaa amaan walaa dunya liman lam yuxyi diinan waman radiya alxayaata bigayri diinin faqad jacala alfanaa'a laha qariinan, hadduu iimaanka lumo ammaan uma yaallo iyo adduunyaba qofkaan diinta noolaynin. Qofkii nolosha raalli kaga noqda diin la'aan wuxuu uga dhigay baaba'a mid la saaxiib ah. Waxaan oranayaa orahdayda oo tan ah, ilaahay ayaan dabidhaaf weydiinayaa naftayda iyo idinka, mahad waxaa iska leh Allaha caalamka oo dhan Rabbi u ah. Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaato midka lagu khatimay ambiyada ilaahay iyo rusushiisa iyo oo ah sayidkeena Muxammed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee isaga iyo ehelkiisa iyo asxaabtiisa dhammaantood iyo qofkii wanaag ku raacay ilaa maalinta abaalmarinta. Walaalaha islaamka ahow, haddii bisha Ramadaan ay tahay bisha iimaanka, sidoo kale waa bisha ragga soo saarta soonka. Waa dugsi practice ah oo ragga dhabta ah soo muujiya. Wuxuu leeyahay Axmed Shawqi, soonka waa rebitaan jidaysan iyo gaajo isku abaabin, iyo Alle in loo khushuuco loona hoggaansamo. Farad kaste wuxuu leeyahay xikmad. Xukunkan cadaab buu u muuqdaa, laakiin gudihiisa waa naxariis. Wuxuu kiciyaa damqasho, sadaqadana wuu ku booriyaa, islaweynidana wuu jabiyaa, adkaysigana wuu baraa, samafalkana wuu jideeyaa. Markuu gaajoodo qofka dherig bartay, kan nimcaysanna laga reebo sababaha raaxada, wuxuu garanayaa faqriga siduu u dhaco iyo xanuunkiisa siduu yahay
مركو جبو قفك فير فيرني قرآن كريم كأوحو أغانيا رغاني ماذا إني تهي صفو الله سبحانه وتعالى أونا سينين قفكي له كرتدا دموي تاسو أي كمت تهي إن رن لغا شيغو بلانتا الله للا غلي سبحانه إيادون وح لغا بدلين أما لغا ليحنين الله وحو ليهي مؤمنين توحا كمت أه رق كرميي وحي الله كل بلانتمين وحانا كمت أه مت قتي بلانكي وحانا كمت أه مت سوغيا مانا أين بدلين سيدو كالي رقا ربطا أه واكوا نفتو ذا يوحان تيدو ذا كايبيا الله عالم كربيغو أه تاسنا وحي نقون كرتا إن نفتا يو مالكا لو هورو دينتا يو دالكا يو شرفتا يدو لرادين يراليغا إلهي الله وحليهي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى آخر الآية الله وحو كاغاتي مؤمنين تا نفتو ذا يو حول هذا إني جنو وسقناتو وي او دقالميان إلهي درتي وحبي دلان يقونا والا دلا وانا يبوح كسوغن تورات يو إنجيل يو قرآنك ياك أوفن بذن بلنكيسا الله كو بشارستا قديد دينا أوت قدين تاسينا وليبانتا وين رمضان وابشا عمريد مساجد يو سلاة ليلك وحينا كامت يهين وحيالها لغو لسو شخصية يو رقا كوا اوغو مهمسن الله سبحانه وتعالى وحوليهي أصو لحظ ليا نبي جيسا نحريس إنو بدقل كركيس آهاته يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إلى آخر الآيات نبي جا إسدودو بيو توكو هبينك وحير موي نس كيسا توكو أما كنس قامي وحير أما كبدي قرآنك سي كالاريك ديغان وآخري أنغا كوكو سودجينينو هذا العلوس هبينك ساعدي هيسا أيا أوكو داران خشوعة آدنا وطوصا وحوليهي ألا في بيوت أذن الله أن ترفع إلى آخر الآية قريو وإدمي ألا إن لا كريالو لغونا حسو لحظو ذا مقعيسا وحانا أوكو تصبيح سذا لحظو ذا أرور إيو قلبة رق نعسي إيو بيع عن كمشغولين حسك ألا يو اوغيد ده سلاة ده يو بيحن تزكا ده كان عبسانا يا مالين إحده ده قلوب تا يو أرقوبة أي قد قدوميان اللي وحوليه هاي أصوات الماما يا رير جناتك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وحينا أهايين كوو وحينا أهايين كوو وحير هبينكي كسيح ده واغانا دنبداف أي ويدي سنين وحوليه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الآية لنعي ذوذا أي كدير هذا جيفك وحين توغيان الله هذا إيقوك قبع عبسي إيو رجو بحيان سينين وحبيك بحيان ما أغا نف وحا لو قريي كواس او اندو كو قبوب سدان عبال مرين وحي عمل فلين درتي صلاة ليلك وحي كمت تهي ارمها اي هبون تهي انان كو دادالنو غار اهان طبنك دنب بشا رمضان انغو كو دينينا نبيغ نحريسي نوزغل كوركيس اهاتي وحو احا نحريسي نوزغل كوركيس اهاتي مت اوغو دادالو طبنكن سي كدران مال محكالي وحا لغا وريي عائشة إله رالي هكا نقضيه إني تيري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وإيقظ أهله رسول كي ألا نحريس إنو تقل كركيس أهاته مركة طبنك لغارو هزقون تكيس أيو لوقسن جري وهبين كان ووسو جيدي جري رير كيسانا وو كعن جري رواية وكلا وحاكو سوغن
wuxuu ahaa rasuulka naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee mid ugu dadaalo tobanka dambe ee ramadaan si ka daran maalmaha kale. Ramadaan ragga ayuu ku dhisaa celinta nafta iyo xasiloonida iyo suujiyeedka damiirka iyo toosnaanta dhaqanka iyo maamulka hagaagsan iyo koruqaadidda qiimaha akhlaaqda iyo bani aadanimada iyo akhlaaqda wanaagsan oo toosinaysa dhaqanka aadanaha oo ka dhigaysa midka ku toosan noloshiisa oo dhan. Wuxuu ilaalinayaa xuquuqda, wuxuu gudanayaa waajibaadka, wuxuu u degdegayaa inuu wanaag oo dhan u sameeyo naftiisa iyo bulshadiisa iyo dalkiisa iyo ummadiisa. Taasna waxay ku soo noqonaysaa xasiloonida bulshada iyo horumarkeeda, kalgacal iyo naxariis, iyo wax kastoo kaalin ka qaadan kara horumarka dadweynaha. Aan ku dadaalno inaan maalmahan kaga faa'iidaysano dikri iyo duco iyo akhriska Qur'aanka, iyo inaan ku dadaalno fal kasta oo Alle Caza wa Jalla noo dhoweynaya, si aan uga mid noqonin kuwa laga reebay naxariista Alle maalmaha barakeysan. Nabigeena naxariis iyo nabadgeli korkiisa ahaatee wuxuu leeyahay, inna li rabbikum fi ayaami dahrikum nanfaxaad ila akhri alxadiis. Rabbigiina Caza wa Jalla wuxuu ku leeyahay maalmaha waqtigiina barakooyin ee u banbaxa, waxaa laga yaabaa midkiina inay soo gaarto barako oo kadibna weligiisa uuna hoogi doonin. Rabbiyow naga aqbal, adiga wax maqla oo na og, nagana toobad aqbal, adaa ah toobad aqbal badne oo naxariis leh.